اصفرار الاسنان. ناس كتيره في الاسئله وفي الكومنتس بيبعتوا لي يقولوا لي يا دكتور عايزين نعرف ليه سناننا لونها اصفر او ليه في صفار على اسنان وازاي نعالج موضوع الصفار ده. احنا طبعا قبل ما نتكلم عن اصفرار الاسنان هنفهم هي اصلا المفروض ان السنه يكون لونها ايه، يعني او ايه اللون الطبيعي بتاع الاسنان. الحقيقه طبعا احنا بنشوف دايما عشان نفهم حاجه زي كده نشوف الطفل اللي هو في سن 5 سنين نلاقي اسنانه لونها افتح من الشخص الكبير. ده بيبقى طبيعي لان كل ما المعادن بتقل تركيزها في السنه السنه يبان لونها افتح، فبالتالي الاسنان اللبنيه بتاعه الاطفال هتلاقيها افتح شويه من الاسنان الدايمه. لما بيكبر ويبدل اسنانه بتبدا تلاقي ان اسنانه الدايمه اللي بتطلع بيطلع لونها اغمق شويه من الاسنان اللبنيه. فيبدا حتى الطفل يلاحظ حاجه زي كده يقول ده انا اسناني اللي طالعه جديد لونها اصفر، هي مش لونها اصفر، هي تركيز المينرالز فيها اعلى فبالتالي هيبقى لونها مقارنه بالاسنان اللبنيه اغمق شويه.